بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المتواصلة ضمن فعاليات مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه، انطلاقة الشوط الخامس في مجموع الأشواط لهذا المساء، وهو الشوط الرئيسي للقاية لبكار الانتاج والشلفة الذهبية، بالإضافة إلى BMW X5 تنتظر عند خط النهاية، تنتظر إحدى هذه الأسماء والنجوم اللامعة التي تنطلق من مسافة 5 كيلومترات، الباحثة عن هذا الإنجاز التاريخي، الباحثة عن هذا النصر المميز في هذا العالم الساحر. نتابع هذه المؤسسات الكبيرة والعملاقة التي تشارك في هذا التحدي الكبير والمميز في هذه المنافسات المشرفة. نبدأ بعد المراكز، نبدأ مع الأسماء المميزة، نبدأ مع النجوم القادمة في هذا التحدي الكبير. البداية مع الزبارة، لهجن أم الزبار بمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري، يتابع الزبارة، يتابع أحد الأسماء المميزة الذي صال بها وجال بها في هذا الميدان. بينما المركز الثاني أتابع القادمة، هنا الغارية أيضا بشعار هجن أم الزبار وبمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري، ولكن الاسم الذي تسلل وانطلق مباشرة إلى المركز الثاني وصلت الغزيل في هذا التحدي في هذا المسار المميز والجميل، حاملة اللواء والشعار هجن أم الزبار وبمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري، ولكن التغير والتسلل مباشرة إلى مقدمة الشوط. هنا جنى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني جنى، وصلت مباشرة إلى موقع الصدارة إلى موقع المركز الأول بمتابعة الصارم محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح، يتابع جنى التي تحتل المركز الأول. بينما المركز الثاني أتابع فكرة وهجن أم الزبار غادمة وحاضرة في هذا التحدي الكبير، وبحضور المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاج الذي يتابع فكرة على المركز الثاني، خاطفا لرمز في هذا المهرجان في سن الحقائق، يتواجد طامعا بأن ينتزع الرمز الثاني. بينما المركز الثالث القادمة، هنا الزبارة لهجن أم الزبار وفاران بن محمد بن قريع المري، الصامل الحاضر المميز المبدع دائما المقدم للأسماء المميزة، يقدم الزبارة ويقدم الغزيل، معشوقة الجماهير تصل مباشرة إلى المركز الرابع حاملة الشعار هجن أم الزبار وبمتابعة الصامل فاران بن محمد بن قريع المري، يتابع الغزيل، يتابع الزبارة، ويتابع الغارية على المركز الخامس بشعار هجن أم الزبار. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء المميزة التي تنطلق في موقع التحدي، في موقع المنافسة، في موقع النداء والإذاعة. بأول نداء أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام، هذه التحديات، هذه الأسماء المميزة، هذه الأصايل الفريدة من نوعها تنطلق هنا باحثة عن الشلفة الذهبية. ولكن نعود مع الصارم، نعود مع المبدع دائما، نعود مع أحد نجوم هذا المهرجان محمد بن برقان بن مقارح، يقدم شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، يتابع الصارم، يتابع جنى المنطلقة مع البداية المحافظة والمسيطرة على صدارة الشوط في هذا التحدي في هذا المسار المميز. ولكن فكرة هنا على المركز الثاني تنطلق هنا في هذا التحدي الكبير حاملة شعار هجن أم الزبار، هذه المؤسسة الكبيرة، هذه المؤسسة العملاقة.
الشباب التي اجتاحت الرموز وقدمت الكثير من الاسماء المميزة. فكرة بمتابعة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، ولكن الزبارة على المركز الثالث ايضا بشعار هجر ام زبار، والصامل فاران بن محمد بن قريع المري يتابع هنا الزبارة على المركز الثالث، ويتابع الغزيل على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت مزون لهجر ام زبار بمتابعة وبتحديات جابر بن علي بن جابر النجم المري، يتابع مزون. هذه النتيجة 1500 متر يا مضمرين هي من تفصلنا عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط. الشلفة الذهبية، الشلفة بالانتظار، الشلفة بالانتظار يا مضمرين، يا عمالقة التضمير الحاضرين والمتواجدين في هذه المنافسة المميزة. ولكن جنى تريد أن تجني ناموس هذا الشوط إلى سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني الصارم محمد بن برقان بن مقارح في المتابعة والتضمير. ولكن الله 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 الله، وصلت الغزيل، وصلت البطلة النجمة النامعة اللامعة مع الكيلو متر الأخير والخطير. شعار هجر أم زبار يتحرك مع الصامل فاران بن محمد بن قريع المري مع الغزيل معشوقة الجماهير تنطلق على المركز الثاني. فكرة على المركز الثالث بشعار هجر أم زبار بمتابعة المحنك عبد الله بن علي بن سلامه الهاجري صملة على المركز الرابع. ولكن نعود مع الصراع، صراع المقدمة. جنى على البداية، والغزيل تحاول وتواصل مسيرة الضغط على المقدمة. الله 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 الله، معركة طاحنة من أجل الشلفة الذهبية، من أجل الشلفة. شعار هجر أم زبار يتقدم ينطلق. الغزيل صاحبة الترشيح الذي يجمع المحللون على ترشيح هذه البطلة، هذه النادرة، هذه الأصيلة، هذه الفريدة، تعرف طريق الذهب، تعرف طريق الناموس، قادمة إلى الذهب وحاضرة من الإنتاج، تنحدر من سلالة عريقة، سلالة شديد المملوك للإنتاج. أم الزبار حيوها حيوها حيوها، وحيو الصامل فاران بن محمد بن قريع المري ينتزع هنا يظفر مع الناموس. الغزيل تغادر الشلفة ثانية والناموس لهجر أم الزبار على فوز الغزيل وتحقيق الإنجاز وتهانيها للصامل فاران بن محمد بن قريع المري. المركز الثاني صملة لهجر أم الزبار مع المرعب الصغير ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث جنى لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني مع الصارم محمد بن برقان بن مقارح. المركز الرابع فكرة لهجر أم الزبار مع المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. المركز الخامس الزبارة لهجر أم الزبار مع الصامل فاران بن محمد بن قريع المري. هكذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، كما تابعتوا معنا الشلفة الذهبية للإبكار الإنتاج وتابعنا هذا التحدي الكبير، وتابعنا هذه النوعيات الفريدة، هذه النوعيات المميزة التي تملكها محمية هجن أم الزبار وسلالة الشديد التي انتزعت المركز الأول مع الغزيل وانتزعت المركز الثاني مع صملة. هنيئا لكم على هذا الإنتاج الفاخر والسلالات المميزة التي تملكها محمية أم الزبار. تهانينا لهجن أم الزبار، تهانينا للصامل الفاران بن محمد بن قريع المري الذي يضيف الرمز الخامس برصيده مع هذه المؤسسة العملاقة الكبيرة الغزيل معشوقة الجماهير. تنتزع الناموس، تحقق هذا الانتصار، تهدي السلامات إلى هجن أم الزبار وتخطف الشلفة والأضواء في هذه الأمسية التراثية المميزة. أحد النجوم الحاضرة واللامعة في هذه المؤسسة العملاقة وفي هذا العالم الساحر. وناموس لهجر أم الزبار، وتهانينا للصامل فاران بن محمد بن قريع المري. التوقيت الزمني ساعة وصول صامل الغزيل إلى خط النهاية مع الفوز والناموس 7:27، 17 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجر أم الزبار، وتهانينا لفاران بن محمد بن قريع المري الذي تابع وتألق وأبدع
مع الغسيل ومع الكثير من الأسماء الذي قدمها مع مؤسسة هجن أم سبارة. المركز الثاني صملة 7:29، 18 جزء من الثانية تايوان ناموس لهجن أم سبارة، وتهاني المرعب الصغير ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الثالث جاءت جنا بتوقيت زمني وقدر مسافة 5 كيلومترات 7:30، 84 جزء من الثانية تايوان ناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني والصارم محمد بن برقان بن مقارح من قادة جنا.